بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. أهلا ومرحبا بكم على قناتنا STC. النهاردة إن شاء الله مع المحاضرة التاسعة من محاضرات التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. بإذن الله سنجاوب عن السؤال الذي طرحناه في المحاضرة السابقة، وهو كيف يؤثر الألم العاطفي على المتداول. بالطبع أن الخسارة التي يتولد عنها الألم العاطفي لابد أنها تؤثر على التداول الذي يلي الخسارة مباشرة، وعلى جميع الصفقات التالية. خسارة يعقبها خسارة، وفي الغالب تكون النتائج مخيبة جدا للآمال ولا يحمد عقباها. عشان كده لما تلاقي نفسك خسرت المعدل اللي انت مقرره لنفسك في الإدارة المالية، وأنا لا أنصح بالتداول بأكثر من 3% من نسبة رأس مالك خلال اليوم الكامل، حتى لو حققت الربح احمد ربنا واخرج بسرعة. أنا بتكلم دلوقتي لو لقيت نفسك خسرت المعدل اللي انت مقرره وعامل مخاطرة بيه، اقفل المنصة على طول تماما، وروح راجع من أول وجديد وشوف نفسك انت بتخسر ليه. امسك صفقاتك اللي انت خسرت فيها، حللها وشوف ايه سبب الخسارة. هل هو سبب فني، اي عدم دقة في التحليل الفني، ام سبب معنوي ناتج عن حالتك النفسية اثناء التداول؟ وفي كلا الحالتين حدد المشكلة فين وعالجها بالاسلوب العلمي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، واللي انا هرجع تاني ولخصه لك في النقاط الاتية. رقم 1، تحديد المشكلة فين. هل هي مشكلة نفسية، اي تندرج تحت بند التحليل النفسي، ام فنية فتندرج تحت مسمى التحليل الفني؟ رقم 2، افرض عدة فروض لحل هذه المشكلة ايا بقى كان نوعها. ممكن لو تحليل فني اشوف عدة استراتيجيات اخرى لحل المشكلة، ولو نفسي احاول اعالجها. اما رقم 3، اختبر مدى صحة هذه الفروض من خلال التجربة والاستشارات الفنية من ذوي الخبرة. بعد كده اختار الفرد المناسب والطريقة المناسبة والاستراتيجية المناسبة اللي تمشي وتتوافق مع إمكانياتك. بجرب مرة واتنين هذه الطريقة، إذا نفعت معايا ماشي، ما نفعتش أحاول أجرب مرة واتنين. الموضوع محتاج صبر وهدوء أعصاب، لأن التداول مكسبه كويس وكتير، وبالتالي ده يخليك تتحلى بالصبر والألم وعدم التسرع. وعلى الرغم من كده هتلاقي برضو ان نسبة 10% الرابحين لهم اخطاء في التداول، وان هم مش معصومين من الخطأ، بس دول بيتعلموا من اخطائهم بسرعة، وفي الغالب بيكون سبب هذه الاخطاء الثقة الزائدة في النفس وعدم توقع ان السوق ممكن يعكس عليهم في اي لحظة. وايضا هؤلاء يشعرون بألم عاطفي، وبيكون اقوى من نسبة 90%، لان الكبر والعنجهية بتاخدهم ازاي بعد الخبرة دي كلها ممكن يقعوا في الاخطاء دي. وعموما السوق مالوش كبير، وما ينفعش حد يفضل كسبان على طول او خسران على طول، بس انا واثق ان نسبة 90% لو اشتغلوا على نفسهم صح وذكروا واجتهدوا واخلصوا لله العمل، فبإذن الله هيعالجوا كل مشاكلهم وربنا هيعوضهم خير إن شاء الله. بس الأمر مش بالبساطة دي، الموضوع كبير ومش سهل، ومحتاج مجهود وسهر وعرق. وزي ما قلت، لو لم يكن هناك خاسرين ما وجد الرابحين، فإن شاء الله مع المجهود والفهم والعلم والتطبيق والصبر هتكون بإذن الله من الرابحين. والسوق فيه تحرك مستمر، وفعلا كما أذكركم دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي بسوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.